مرحبا، أنا نيلة من مؤسسي الجمعية اللبنانية للتعليم البديل لال. أسست لال حول فكرة منصة إلكترونية هدفها إيصال العلم للأطفال يلي عم بيعانوا من أمراض مزمنة بالمستشفيات. فريق تقني، فريق فني وفريق تربوي بيتعاونوا سوا ليبتكروا نشاطات إلكترونية. وخلال هالأوضاع الصعبة اللي عم بمر فيها البلد، ابتكرت لال منصة لدعم الأساتذة للمدرس. اليوم توسع عدد المستفيدين من المنصة الإلكترونية تبع الجمعية اللي اسمها طبشورة تيشمل أكترية المدارس اللبنانية وعدد كبير من المراكز اللي بتعتني باللاجئين. وهلأ رح خلي زميلي ناجي يفسر لكم الطريقة التقنية اللي منستعملون، الطرق التقنية اللي منستعملون تنوصل على المناطق النائية. مرحبا، أنا ناجي. عنا ثلاث طرق لحتى نتواصل بطبشورة. يا أما المنصة اللي هي أونلاين اللي واحد فيه يتواصل فيها على الإنترنت، يا أما البوكس اللي هي معمولة للمناطق اللي ما فيها كهرباء وإنترنت، الولاد فيهم يتواصلوا عليها بلا كهرباء وبلا إنترنت، يا أما تالت طريقة هي الآب. نحن هلأ بصدد عمل فبركة آب رح تكون موجودة، ورح يكون مين ما بده بيقدر ينزل الدرس كله سوا على الجهاز تبعه على الموبايل او على التابلت ويقدر يعمل الشغل بالبيت.